اهلا بحضراتكم، لكم التحيه وحلقه خاصه عن ومن رواندا. تجربه مهمه في افريقيا تستحق ان احنا نتوقف امامها. تجربه رواندا تجربه يعني انا شفت كده بنفسي على مدار 48 ساعه لما سافرت للعاصمه كيجالي الاسبوع اللي فات. تطور كبير جدا حصل، بتكلم في الاقتصاد، بتكلم في الاستثمار، كمان في التعليم والسياحة والبنية التحتية هناك متطورة جدا. ومبدئيا لازم أقول لحضراتكم إنه عدد السكان البلد كلها 13 مليون، عشان بس وإحنا بنتكلم نبقى عارفين التقدم اللي حصل بسرعة ده والقفزات اللي بتحصل بسرعة. بنتكلم على دولة عدد سكانها 13 مليون، شعب هادي، استخدموا كمان الموتوسيكلات كوسائل نقل علشان عندهم البنزين والطاقة غالية جدا. ليه بقول لحضراتكم كده وابتديت بالإيجابي التقدم والازدهار اللي حصل فيها؟ لأنه رواندا كان فيها حرب أهلية في التسعينات كانت فظيعة جدا، حضراتكم طبعا أكيد عارفين أبعادها، وكانت كان شيء الله لا يعوده على الشعب الرواندي تاني، لأنه كانت الحرب اللي حصلت في التسعينات، الحرب الأهلية دي كانت واصلة أنه جثث الناس كانت مرمية في الشوارع. فعشان كده بقول لحضراتكم قد إيه تقدمت وقد إيه لما بيبقى الشعب متحضر بيسرع من درجة التحضر. رواندا دلوقتي أصبحت قوة اقتصادية مهمة جدا في أفريقيا، والسياح بتروح لها، مستثمرين كتير جدا جدا هناك. وطبعا احنا نحب جدا ونتمنى ان افريقيا كلها يبقى فيها تجارب ناجحه وفيها تطور كبير زي اللي احنا شفناه في رواندا. يمكن عشان كده كان في اهتمام بمنتدى كان مهم جدا اليومين اللي فاتوا، اللي اقيم فعاليات قمه تجمع الكومنولث رقم 26. مصر كانت موجودة وحضرة بقوة من خلال سيادة النائب محمد أبو العنين اللي تلقى دعوة من الرئيس الرواندي سلمها له السفير الرواندي في مصر. المنتدى شهد حضور عدد كبير من الشخصيات الدولية والمؤثرة عالميا. أمير تشارلز ولي العهد البريطاني كان موجود، جونسون رئيس وزراء بريطانيا كان موجود، رئيس وزراء كندا ورئيس كينيا ورئيس أوغندا. والحقيقة أنه المنتدى كان فرصة كبيرة جدا لرجال الأعمال إن هم يتعرفوا على المبادرات وعلى حوافز الاستثمار اللي موجودة هناك. ما كنت بقول لحضراتكم مهم قوي إن احنا نركز في عدد سكان رواندا، لأنه عدد السكان كل ما قل كل ما كل شيء بيحصل في البلد بيبان. شعب طيب جدا جدا، هادي، نسبة الخضرة هناك عالية جدا. طبعا لما بيبقى عدد السكان قليل بتبقى الخدمات أسرع، أي حاجة بتتعمل في أي دولة في أي مكان في أي شارع تلاقيها ظهرت كده وبقت واضحة. تقدر هناك تقدم على الرخصة في نظام الشباك الواحد، تاخد الرخصة في 6 ساعات فقط. وعايز أقول لحضراتكم بالمناسبة أنه سفيرتنا في رواندا ست سفيرة رانيا البنا شخصية مشرفة جدا، نموذج مهم للمرأة المصرية اللي بتقدم كل الدعم للعلاقات بيننا وما بين رواندا، خاصة أنه كل الناس هناك الحقيقة بتشيد بالتجربة المصرية وعن أهمية التعاون بين مصر وبين رواندا. كمان اللي شفته أنه شركة المقاولين العرب بتقوم بنهضة حقيقية في رواندا وإفريقيا طبعا بشكل عام زي ما حضراتكم عارفين، من خلال مشروعات الكتيرة اللي بتعملها في إفريقيا وبتكون مصدر للتعاون والتقارب بين مصر وبين محيطها الإفريقي، وده كان منذ البداية من توجيهات سيادة الرئيس السيسي والاتجاه إلى إفريقيا.
منتدى مهم اتقال فيه كلام مهم جدا، سواء على مستوى العالم او على مستوى الدول الكومنولث. من الكلمات المهمه كان كلمه جونسون رئيس وزراء بريطانيا، كان ليه كلمه مهمه عن ازمه الطاقه والغذاء اللي موجوده في العالم كله الان، وكمان عن اتفاقيه التجاره الحره الافريقيه وانها فرصه كبيره لزياده التبادل التجاري والنمو الاقتصادي بين الدول الافريقيه وما بين بعضها. تعالوا